السلام عليكم. نعرفكم اليوم على وحش مرسيدس الجي كلاس، طبعا الجي 500 الأسود اللي وراي. أول شيء سعر السيارة 45,750، طبعا 8 سلندر 422 حصان V8 4.0، السعر الأساسي 38 والسعر مع الأوبشنز 45. السيارة زي ما أنتم شايفين LEDs، هذه مع الايروداينامكس خلوها زي ما هي، نفس الوقفة حقت الجام الامامي نفس الشيء. فراح تتوقع ان راح يكون في صوت مني، بس السيارة بشكل عام تحس وحش. 75 50 20، شوف الشاصية حق السيارة ما شاء الله ضخم، دعسات الارجل، الجام اللي ورا نفس الشيء، هذه نفس اللي الأمامية، هذه ما شاء الله عريضة. ونشوف الزيق اللي ذكرنا بالأيام مرسيدس من أول ما بدت، فتحة الباب اسمها فتحة باب عنيفة، لازم تصفق الباب بقوة. لما تفتح الباب تحس إنه يفتح بالطريقة هذه يطيح. شوف كاربون فايبر، جلد، ألمنيوم، كراسي تدفئة، تبريد، بورمستر ساوند سيستم، شعار مرسيدس. الكراسي تحس ان كراسي صغيرة منحيفة وتلم الراكب من الراس، مساند الراس، فتحة سقف تحسها شوي صغيرة. بس الباكج للسيارة عجيب، دعسات الأرجل الرياضية. فالأشخاص اللي ما يبغون الـ 63 يقدر ياخذ ال 500. شوف الشاشه اللي صارت، يعني كل السياره ومن تحت كاربون فايبر، هذه ألمنيوم، برشت ألمنيوم، يعني ساعه بس ما هي الاي دبليو سي، كب هولدرز بس ما في وايرلس تشارج، تحت التبريد، ستارت ستوب، غير السياره ما هو موجود هنا. هنشوف ان هذا القديم، بينما الجديد اللي شفناه في الجي تي راح يكون التاتش الجديد هناك، الدركسون نفسه كان الجديد. هنشوف ان هذه بلاستيك، كانها بلاستيك، بينما في الجي تي كانت ألمنيوم. السيارة تحس ان السقف وين وانت وين، في ساوند سيستم بيرمستر، فما في مكان النظارة، ما في مكان. عندك هذه بعد جلد، بس شكلها جلد خشن شوي. هذه نفس الموجود في سيارات المرسيدس الثانية. في إضاءة، نشوف الإضاءة في الدرج هنا، فتحة الباب ألمنيوم، فتحة الباب عنيفة، ما يفتح الباب للأخير، يفتح شوي، والدخول بيكون شوي صعب. راح نشوف ان الكرسي اعرض من الأرضية، ان هذا ينصفط، وهذا السيارة من داخل ما شاء الله واسعة، تحس فعلا انك في جيب قديم بس جديد. هذا الوضع من برا، من ورا عفوا. فتحات التكييف عندك، هذه بينما السقف شاموا ما في. شوف الدبة، الباب ورا ما شاء الله، الإضاءة عجيبة ورا، هذا جلد قماش، هذا بلاستيك عادي. شوف هذه، كان ممكن يصير فيها صف ثالث بس ما حطوا. 500 اللي معانا اليوم، الإضاءة مثل ما قلنا LED، فتحات الإكزوست مخفية ماني شايفها. ويعطيكم العافية. وهذه V8.